وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام. آه... النهارده هنتكلم عن احلام مهمه أه تدل على تفريج الكرب من أفضل الموضوعات لأن يا جماعة ما من إنسان إلا ويمر بكرب فيتمنى أن يرى يعني أي حاجة أو أي شيء تبشره بزوال هذا الكرب هو في كده؟ طبعا في رؤية إعطاء الطبيب الدواء للشاب الأعزب فرج رؤية الزوجة أن زوجها يرتدي الثوب البرتقالي الثوب البرتقالي ده له علاقة بالراحة النفسية ما هو الإنسان المكروب ضغطه عالي سكره عالي نفسيته صفر فاللون البرتقالي رؤية لها علاقة بالاستقرار والراحة النفسية وتفريج الكرب إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية أكل اللحم المشوي للشاب الأعزب فرج رؤيه محموده جدا رؤيه التبول بغزاره للمراه المتزوجه محموده فرج تفريج كرب رؤيه الإفل المفتوح لما يكون في قفل المفروض ان هو مقفول وشافه مغلق يعني مقفول وفجاه فتح القفل هذه الرؤيه تبشر بالفرج ان شاء الله تبارك وتعالى رؤيه فك عقد الشعر أنا عامل عقدة أو اتنين في شعري، كلام للرجال والنساء، وبفكهم. فك عقد الشعر، هذه الرؤية تدل على فك الكرب إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية غسيل الدرج أو غسيل السلم، السلم بتاع البيت أو العمارة، وأنا بنظف وبغسل الدرج أو السلم، هذه الرؤية تبشرني بالفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة الحامل لأطفال في المستشفى. هذه الرؤية تبشرها بالفرج رؤية وضع العطر العطور العطور زي اللون البرتقالي رؤية لها علاقة بالنواحي النفسية وكأن فيه راحة إذا هناك فك الكرب اللي هو بيشعر به إن شاء الله تبارك تبارك وتعالى رؤية جميلة جدا للمرأة المطلقة والأرملة رؤية الدورة الشهرية برغم إن هي ممكن تكون وصلت لسن الدورة مش موجودة أصلاً وممكن تكون موجوده عادي على حسب السن يعني ما في بنات بيطلقوا في العشرينات وفي الثلاثينات فالدوره موجوده لكن هنا لا يعنيني هي في الحقيقه الدوره لان بعض الناس بتسال الاسئله البسيطه دي لا انا بقول ما تفرقش يعني مثلا لما اجي اقول مثلا الدوره الشهريه للمراه المطلقه فتسالني وتقول لي هل شرط ان الدوره تكون موجوده عندي ولا لا؟ لا هي مش فارقه فالدوره الشهريه للمراه المطلقه والارمله رؤيا تبشر بالفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. زي برضه المرأة المطلقة والأرملة لما ترى في المنام نزول اللبن من الثدي هذه الرؤية تبشر بالفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية البنت العزباء وهي تزور مريض هذه الرؤيا تبشر بالفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية البنت العزباء للجاموس الأسود في المنام فهذه الرؤية تبشرها بالفرج. رؤية العثور على الذهب الضائع ضاع مني ذهب في المنام وعثرت عليه في الرؤيا هذه الرؤية تبشرني بالفرج رؤية المصحف المفتوح المصحف المفتوح فهذه الرؤية تبشرني بالفرج إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية عمي وهو يبكي رؤية تبشرني بالفرج رؤية توزيع شوكولاتة للرجل المتزوج فرج رؤية المرأة الجميلة للبنت العزباء فرج كل هذه الرؤى تبشر بتفريج الكرب والفرج إن شاء الله تبارك وتعالى تضرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته